يقول ابن الأثير: ثم إنهم لا يحتاجون إلى نيرة ومدد يأتيهم. لاحظ هذه حتى تعرف قوة المغول، بطش المغول، قدرة المغول، إمكانيات المغول وجيش المغول. يقول: ثم إنهم لا يحتاجون إلى نيرة. يقول هذا التتار المغول لا يحتاجون إلى نيرة، لا يحتاجون إلى نيرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب، يأكلون لحومها لا غير. وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير، فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. تعليق: قال: ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. وهذه روزخونية أخذها ابن الأثير من أبناء تيمية، وهذا الفعل نفس ما يسمى بنكاح الجهاد الذي اشتهر بفعله الدواعش المارقة في هذا الزمان. فهل يا ترى قد أخذوه عن أجدادهم التتار؟ وسؤال لأبناء تيمية وأبناء ابن تيمية: إذا كان المغول كما وصفهم ابن الأثير وهذه هي حقيقتهم، فبربكم الأمرد أخبرونا عن القواسم المشتركة والمشتركة التي جمعتم فيه دين هؤلاء والإسلام والمسيحية، وجعلتموها في محور موحد ضد الإسماعيلية والفاطمية والشيعة والروافض. فهل يوجد أوضح من هذا التدليس والنفاق والزندقة، وكما وصفكم الذهبي بالزندقة؟